بسم الله مجددا مع ركلات الترجيحية من علامة الجزاء مباراة الفيصلي ونادي الطائي السعودي ضمن بطولة الفيصلي الرباعية الودية على كأس أمنية بعد تعادل الفريقين بهدف لهدف. الآن أولى ركلات الترجيح أبو بكرين في مواجهة معتز ياسين، أولى ركلات الترجيحية مهمة جدا في عالم كرة القدم. أبو بكرين وفي المرمى، كرة تصطدم بالعارضة وفي المرمى، هدف لفريق الطائي. الآن الفيصلي المنفذ بهاء وأبو بكرين، تنفيذ سليم كان. ننتظر الآن بهاء عبد الرحمن، الركلة الترجيحية الأولى للفيصلي. تنفيذ سليم كان لي أبو بكرين. الآن بهاء عبد الرحمن يبحث عن التعادل. بهاء في مواجهة موسى سار في المرمى، هدف لبهاء عبد الرحمن. واحد واحد، ما زال التعادل مستمر. بهاء بقوة على يمين موسى سار، هذا الحارس السنغالي اللي يمتلك رقم قياسي. هذا الحارس موسى سار بأنه 14 مباراة عندما كان في فئة الناشئين لم يستقبل أي أهداف، وبالتالي كان هذا أحد يعني الأمور اللي ساهمت بانتقاله للاحتراف. الآن على التنفيذ عبد الإله العامر، بالفعل عبد الإله العامر مواجهة معتز. الخبرة مع الشباب ومعتز يتصدى، معتز ياسين بتوقع ممتاز وردة فعل رائعة جدا. معتز ياسين يتصدى لتسديدة العامر لاعب الطائي. هذا معتز، هدف لهدف، والفيصلي يمتلك التسديد. الآن سالم العجلين ونبيل الكوكي مع أكمل حسنات فراس الخلايلة، مواجهة موسى مع سالم العجلين. موسى سار مع سالم العجلين، والكرة في تصدي ممتاز لموسى، تصدي لموسى سار، تصدي لموسى سار، ركلة بركلة حتى الآن، هدف بهدف وكرة ضائعة بكرة ضائعة. سالم العجلين توقعها بشكل ممتاز موسى. الآن شوف مين على التنفيذ، رياض الشراحيلي. رياض الشراحيلي هو اللاعب اللي راح يسدد. ركلة بركلة حتى الآن، وكرة في المرمى، كرة في المرمى لتصبح النتيجة 2-1. رياض شراحيلي على يسار معتز ياسين، والآن الركلة الثالثة للفيصلي. بيتري بيتري مع موسى سار، بيتري وخارج المرمى، خارج المرمى من بيتري، خارج المرمى وخارج الخشبات الثلاث. بيتري ركلتين مهدرتين على التوالي لفريق الفيصلي، على التوالي. الآن نتيجة 2-1 للطائي، والتسديدة الرابعة للطائي. سليمان المطلق ومعتز، ولكن في المرمى،
تصدى معتز وذهبت للمرمى. ثلاثة واحد حتى الآن النتيجة لمصلحة الطائي على الفيصلي، يسجل الكرتين متاحتين الآن والطائي يهدرهم حتى يفوز الفيصلي، بينما الطائي فرصته أقوى حتى الآن يتفوق بركلة. خلينا نشوف إحسان حداد في المرمى، القوة بالتسديد هي اللي يعني أعطت الفيصلي حتى الآن هدفين. 3-2 3-2 والتسديدة الخامسة والأخيرة لفريق الطائي الذي يتفوق بركلة. إذا سجل الطائي يعني التسديد والفوز لفريق الطائي، إذا سجل الطائي لمواجهة أحد والفيصلي لمواجهة الوحدات، الطائي لمواجهة أحد والفيصلي لمواجهة الوحدات يوم الاثنين، الفيصلي والوحدات. إذا الطائي يفوز بفارق الركلات الترجيحية على فريق الفيصلي بعد أن انتهت المباراة بنتيجة التعادل بهدف مقابل هدف. الطائي كما ذكرنا إلى يوم الثلاثاء هنا على استاد الأمير محمد لملاقاة فريق أحد في المباراة النهائية، والفيصلي لمواجهة جديدة مع الوحدات يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 8:00 إن شاء الله. حتى نلتقي إن شاء الله معكم في موعد رياضية لاحقة، لكم أجمل تحية. ولكن قبل الختام معي الكباتن، معي بها عبد الرحمن من الفيصل، وكذلك مع الكابتن حبيبي عبد الله العامر. عبد الله العامر اثنين كابيتانو، الله يعطيك العافية. نبدأ بالضيف كابتن بهاء، اليوم فوز أكيد مهم على نادي الفيصلي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. طبعا الفوز هذا جاء من تعب صراحة، أخوانا ما قصروا والله، نادي الفيصلي تعبوا يعطيهم ألف عافية، لكن بالنهاية تعرف الكورة بالنهاية لازم فايز، والحمد لله توجنا اليوم. إيه ضربات حظ الحمد لله، كلنا اخوان ما يحتاج. كيف ادائكم بعد اكيد معسكر تدريبي ومشاركتكم في البطوله الوديه الفيصل؟ والله شوف الاحمال زايده والله علينا الفتره، تعرف فتره اعداد وكذا، وجايين لسه لنا 3 أيام و4 أيام يعني تمارين صباحيه ومسائيه، وما لعبنا الا مباراه وديه واحده لسه بادين يمكن من 3 أسابيع او 2.5 أسبوع بس، لكن الحمد لله على كل حال. ريت المباريات يختلف عن التمرين، الحمد لله على كل حال. نشكرك كابتن، نشكرك، شكرا العالم. مبارك لكم، مبارك لكم. معي بها عبد الرحمن. بها كيف شفت اداء الفيصل اليوم؟ اول مباراه حتى ولو هذه بطوله وديه واستعداديه، ولكن ممكن في نقاط ضعف نقاط قوه لدى الفيصل قبل خوض غمار منافسات الدوري. اول شيء بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، ايش اكيد زي ما بتعرف انه هاي البطولات زيك بتكون بطولات وديه، بكون كل فريق عم بده يشوف اوراقه لبدايه الموسم. ايش اكيد احنا بنشكر الجهاز الفني، يعني صار له فتره طويله تعبان معنا، والجهاز الاداري، وبشكر اللاعبين. الفتره هاي اللي احنا فيها هسه حاليا فتره صعبه، فتره اعداد اللي هي تمرين صباحي مسائي. ايش اكيد يعني البطوله زي هاي يعني بوجهه نظري يعني بطوله استعداديه لجميع الافرقه. احنا بنشكر الافرقه اللي شرفتنا في البلد هون، ان شاء الله احنا بنوعد جماهيرنا انه دائما الواحد بتطلع على بطوله الدوري البطولات المحليه، فاحنا دائما نتمنى للجماهير. كابتن بهاء كانت طمعانه انه يكون الفيصل في المشهد الختامي اقلها، لانه بطوله باسم طبعاً الفيصل. طبعا ايش اكيد احنا حاولنا نوصل للمباراه النهائيه، بتعرف زي ما انت بتعرف ضربات الجزاء هي ضربات الحظ يعني، فاحنا بنوعد جماهيرنا ان شاء الله انه حيكون بدايه موسم تكون بدايه خير علينا ان شاء الله. زي ما بتعرف انه الجهاز الفني يعني عنده عده خيارات، انه البطوله زي هيك ممكن في بده يجرب لعيبه، بده يطلع على لعيبه، فبتمنى جماهيرنا انه ما يطلع انه على هاي المباراه، فان شاء الله احنا بنوعد جماهيرنا اللي جاي افضل باذن الله. شكرا لك.